فتقدر تحرك الحركة الاقتصادية. كيف بتعرف؟ لأن بيجيها مؤشرات اقتصادية مش منيحة، بتحس حالها أنه لازم تعمل حركة وتشجع وتحرك هالركود وأيضا هالإنكماش اللي بيكون على الاقتصاد. طابع العملة بصير فيه دغري على السريع بصير فيه هبوط بقيمتها. كمان هون التيسير الكمي بيؤدي إلى انخفاض مثل ما قلت بقيمة العملة، ومن شان هيك بينظر إليه بأنه أيضا نوع من حرب العملات. إذا حرب العملات لما بحكي بالتيسير الكمي أو دولة أخذت قرار أنه ممكن يصير فيه تيسير كمي، هيدا كمان عم يدخل بحرب العملات، أنه كمان بدها تخفض قيمة عملتها وبالتالي أنه تميز صادراتها. بس برجع بقول لما بتميز صادراتها وارداتها بصيروا عاليين غاليين عليها، لأنه عملتها صارت لما بدي صرفها من بلد عم بشتري منه كمان عم تنزل، بصير البضاعة اللي بدي دخلها على البلد أغلى واللي عم صدرها لبرا بالنسبة له هو أرخص. يعني بدي يكون متأكد أنه أنا بلد متكل مزبوط على صادراتي وعندي صادرات كتير وعندي أشياء تتصدر بالعالم ومشهورة أيضا. كمان بتابع هون بنفس موضوع حرب العملات، بذكر هون انه ارتفعت عملة البرازيل واستراليا 35% منذ نهاية 2008 لحديت هلا. طبعا هون الدول برازيل استراليا اللي هن بيتكلوا عليهم كتير بالعالم، لما بترتفع عملاتهم الدول الناشئة بتقدر تتحرك أكثر من الدول المتقدمة. الدول المتقدمة النمو بيكون محدود 1.5%، الدول الناشئة بنشوفهم أوقات 8 وفوق 10%. مشان هيك بنشوف في تفاوت بالسياسة واتخاذ الإجراءات وبسرعة الاتخاذ الإجراءات أسرع وأسرع. إذا برازيل وأستراليا ارتفعوا عملتهم 35% منذ نهاية 2008، بما انه هني من الدول السريعه والناشئه والقويه ايضا، مش هيك كمان انه بصير في اوقات تدخلات او لا غير بطباعه العمله، تدخلات بسوق الصرف يعني بالفوركس. رح نشاهد كل هالشيء ايضا مع وقفه صغيره سريعا وبنرجع. بصير في كتير تدخلات بأسواق الصرف وبتفرض دولة وبتدخل فورا بتشوف عملتها عالية كتير. صار هالشي مع اليابان وأيضا مع السويسرانية بالفرنك. رح نشاهد اليابان كيف حست وشعرت وعرفت أنه عملتها صعدت، تدخلت وأوقفت هذا الارتفاع. لاحظوا هون تدخل البنك المركزي الياباني، دخلت اليابان لأول مرة منذ 2004 هجرة الفوركس اليابان. وزارة المالية اليابانية دخلت وشافت الين كتير مرتفع، ارتفع 14% من شهر مايو، شاهدت الرسمة ودخلوا بقوة اليابانيين بيع الين وشراء كل شيء مقابل الين مع الأزواج. باوند ين بيع ين اشترى باوند، دولار ين بيع ين اشترى دولار، وأيضا يورو ين اشترى يورو وبيع ين، بيع ين مقابل كل الأزواج الأخرى بلحظة واحدة. تدخل واحد بيصير بنفس الوقت بتخز وبلحظة سريعة دون وجود أي عائق قدام هالتدخل بقرار واحد يتخذ وينفذ فورا وبسرعة قوية. شاهدنا هالشيء أيضا. طبعا الأزواج مش كلها بترتفع بنفس الشيء من شهدها، ولكن حسب كل زوج بحاله. هون بيع البنك المركزي الياباني 20 مليار دولار بيوم واحد، هو أكبر حجم تدخل له بيوم واحد. أيضا شاهد اليابانيين شهادة مثلا دولار ين صعد 300 نقطة، باوند ين صعد 600 نقطة، وأيضا يورو ين صعد يمكن 500 نقطة. ما نفس قوة التدخل بتكون أو ارتفاع الأزواج، ارتفاع قوية بتكون حسب الأزواج، ولكن الأكيد الأبرز أنه كل شيء مقابل الين حيرتفع على الين بقوة. هيك بصير في تدخل مش بس على الدولار مقابل الين، التدخل بصير على كل شيء ين مقابل كل الأزواج. كمان بيبقى لنا برازيل، هون تايوان كوريا الجنوبية كمان تدخلت، ولكن ما صار في كتير بالإعلان
يعني ما شدد عليا، يمكن لان انا الناس ما بتشتري كثير عملات البرازيل وتايوان وكوريا الجنوبيه بالفوركس، بيشتروا الين، مش هناك صار في اهتمام اكبر، هون دخلوا بقوه لوقف ارتفاع سعر عملاتها، ولكن كان النجاح اقل. من اليابان البرازيل تايوان كوريا الجنوبيه شاهدنا الشيء، وارتفاع او عمشات بالعمله الاستراليه، ولكن من المعروف انه العمله الاستراليه الحلو فيها ايضا انه ما صار فيها اي تدخل، تركينا الاستراليين تقدر تتحرك مثل ما بدها. شاهدنا ارتفاعات اي سي ولاول مره بالتاريخ على الارتفاعات، كمان الفرنك السويسري شاهدنا كمان تدخلات من الدوله السويسريه، لان بتشوف ارتفاع قوي للين للفرنك. فرنك ين ذهب هن مثلث الازمه، بنشاهدوا هن الافضل تحركا والاكثر اداء تالقا خلال الازمات على طول. خلينا نذهب إلى الذهب بس نتوقف مع وقفة صغيرة. مشاهدينا بريك سريع سريع جدا، مطلوب مني طول فقرة البريك، ما في شيء نحكيه بس نتوقف. نوصل البرنامج عثمان بسط المخرج بطرسة وفقرة تانية. Instruments for professionals. نحن شركاء في الفورمولا 1 لأننا نعرف المعنى الحقيقي للأداء. وتماما كما يمنح فريق مرسيدس جي بي بتروناس أفضل الدعم لمايكل شوماخر، فإننا في بنك ام اي جي نقدم لك أفضل خدمات التداول والأمان الذي تتوقعه من بنك سويسري. وبينما تقود استثماراتك إلى أعلى المستويات، نقدم نحن لك الخبرة اللازمة لتتداول بثقة. بنك ام اي جي، لأن الثقة هي الأساس. أحب الفن لأن في انطلاق، بس أحب الفن المحترم. مجلس الوزراء استعان فيني لإجراء مسح لأهم الأسباب يمكن اللي أدت إلى الأزمة. أنا بدأت أنقل لمرحلة المنتجات صديقة البيئة، كانت ثورة، كنا من أوائل الناس في مصر. ده المدير المالي الحقيقة دخل لوالدي وقال له الشركة هتقفل. الحظ لا يأتي وأنت قاعدة. العلم هو اللي يبني الحضارات. العيال هم أولاً وبعدين هي العمل. معهن على شاشة سي إم بي سي عربية. للإعلان على شاشة سي إم بي سي عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان، تزرعان، وتجنيان. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دينار على شاشة سي ام بي سي عربية. هذا البرنامج برعاية الدوحة الإسلامي. الفكرة هو أي تحكيم في كل العالم صار لغة واحدة. كل نقطة مية تصبح ثروة في المستقبل. ما في بوادر معالجة الأزمة. من تهمه آراء وكالات التصنيف الائتماني؟ فلنتعلم كيف ندير أعمالنا بأنفسنا. بالعمق على شاشة سي ام بي سي عربية. مشاهدينا، التضخم هو الشغل الشاغل لحكام البنوك المركزية. أول اهتمام لأنهم بالعالم بيكون يراقبوا على طول التضخم ببلادهم، وأول حركة بتحرك على التضخم قبل ما نشاهد هلأ هو البرميل البترول، لأنه برميل البترول هو السلعة التي بتستعمل بأي نشاط اقتصادي بالبلد. يعني إذا بدي دور مصنع
بستعمل 400، بدي سوق السيارة بدي استعمل 400، بدي أيضا ابني بناية كمان عندي مصروف 400، كل الأشياء رح نشاهدها أيضا لا مرتبط 400، ولما سعر 400 بيرتفع بقوة طبعا هذا بيزيد من التضخم بالبلد ومن غلاء الأسعار. إذا برميل هو سبب عطول الغلاء طبعا أو محرك الغلاء بالدول. أخذنا مثل نسبة بين أونصة الذهب والبرميل، يعني كل أونصة بتعرفوا الأونصات بالألف وألف ومئتين وألف وأربعمائة دولار، والبرميل هي تحت المية 60 70 80 100 دولار. تقريبا إذا كنا 100 دولار والألف 10 برميل، إذا بنحكي 50 دولار برميل 10 برميل بصيروا 500، بعدنا أقل من أونصة. عملنا مثل طبعا هذا المصطلح بين البراميل والأونصة وأخذنا بعض الأرقام حنشاهدها حاليا ونشاهد نوع من الأرقام بين نسبة الذهب والنفط. هون من أكثر المؤشرات اللي كانت تستخدم لبيع وشراء الذهب، وين منشوف أنه التضخم علي وقوي هو الذهب. طبعا هو تحوط ضد التضخم، الذهب بيراقب كثير التضخم، والذهب هو مفعول به وليس فاعلا، يعني بصير في فعل وهو بيتحرك طبقا لهالفعل، مشان هيك اذا بصير في كثير تضخم حيتحرك بقوه الذهب، حيراقب البرميل، لما بصير في غلاء كثير بالبرميل الذهب حيصير